164 عائلة من مختلف بلديات ولاية تبسة استلمت مفاتيح سكناتها أو مقررات الاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكنات بصيغة الريفي أو التحصيصات الاجتماعية. وهذا من فضل ربي تحصلنا على السكن نستروا به وليداتنا والحمد لله على هذه النعمة. استفدنا قطعة أرض و70 مليون ديروا دويرة لوليداتنا والحمد لله وتحيا الجزائر. الله راك تشوفوا بعينيكم الهشك وين كنا والحمد لله يا ربي انه عطاونا السكنات هذه الباطيمات ان شاء الله وان شاء الله مبروك علينا وربي ان شاء الله ينصر الدوله الجزائريه. استفدنا من بناء الريفي دعم للريف والحمد لله اخيرا صبرنا ولقينا العقوبه للناس اللي ما ادتش ان شاء الله. المشاريع السكنية متواصلة بصيغها المختلفة وذلك في إطار البرامج التي خصصت للولاية ومن المنتظر أن تتم عمليات تسليم أخرى خلال هذه السنة. عد الاثنين تبسها تم الوصول إلى نسبة 95%. لم يتبقى الكثير، 5 جويلية سوف يكتمل البرنامج بتوزيع 300 سكن. اليوم بالإضافة إلى توزيع السكنات كان فيه أيضا وضع حجر الأساس لإنجاز 200 سكن ترقاوي مدعم، 50 زائد 150 على مستوى بلدية تبسة هنا. 5 جويلية إن شاء الله راه فيه برنامج يحضر من الآن إن شاء الله. إحنا على الأقل عندنا برنامج تاع 1000 سكن. عندنا برنامج تاع 1000 سكن اللي ستنتهي الأشغال به قريبا، راه في أشغال التهيئة الخارجية. عمليات الإسكان المتواصلة تعبر عن التزام الدولة بتوفير سكنات لائقة للمواطنين.